مصر ترد على الاتهامات القطرية أمام مجلس الأمن وتؤكد التزامها بكشف أنشطة وممارسات الدوحة الداعمة للجماعات الإرهابية. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين في ريف حمص، والتحالف الدولي يعلن سيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية على 45% من مدينة الرقة. مدفعية الجيش اللبناني تجدد قصفها لمواقع مسلحي داعش بجرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل، مرحبا بكم. وجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا خطابا إلى مجلس الأمن ليتم إصداره كوثيقة من وثائق المجلس ردا على الاتهامات القطرية لمصر. وجاء في الخطاب أن التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمكافحة الإرهاب يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر التي تقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية. كما أكد خطاب مصر إلى مجلس الأمن أن تقارير فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا الذي عرض على المجلس يبرز سجل قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أو غيرها، مشيرا إلى أن استمرار معاناة مصر وغيرها من الدول من دعم قطر للإرهاب دفع مصر مع شركائها من دول بالمنطقة إلى اتخاذ إجراءات تتمثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له. أكد البيان الصادر في ختام اجتماعات وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جدة على ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب وتعقب تمويله. كان الاجتماع قد تناول أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك لمواجهة التطرف والإرهاب بشتى أنواعه من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التصدي للحملات الإعلامية الداعية إلى خطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تستكمل محاكمة 738 متهما من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم وعدد من العناصر الموالية لهم في قضية الاعتصام المسلح بميدان ربع العدوية بمدينة نصر. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تدبير تجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان ربع العدوية والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، فضلا عن اتهامات بقطع الطرق وتعطيل سير وسائل النقل وحركة المواطنين وترويعهم. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن كل ما يدعو إلى السلام والبناء وعمارة الكون يتوافق وصحيح الأديان، وكل ما يدعو إلى القتل والتخريب والتدمير يتناقض مع سائر الأديان السماوية. وطالب وزير الأوقاف في بيان الجمعة بأن يعمل الجميع على ترسيخ وتأصيل كل معاني السلام والوقوف في وجه دعاة الحرب والدمار من أجل سعادة البشرية جمعاء وتحقيق أمنها وسلامها. حب الوطن والدفاع عنه والعمل على حمايته والسعي الجاد لبنائه والارتقاء به أبرز ما جاء عن لسان وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، مؤكدا أن من عوامل القوة في بناء الدولة الوعي بمخططات الإفشال والوقوف في وجهها بالمرصاد، بالعمل، بالجهد، بالكفاح، بالتضامن، بالتكافل، بالفهم، بالوعي، بالعلم، بالثقافة. لا يمكن لأحد أن يعمل وحده، لابد أن نعمل معا، أن نعمل يدا واحدة لصالح ديننا وصالح وطننا وصالح هذا الشعب الكريم، وواثقون بإذن الله من الوصول إلى المراد من تحقيق النهضة والرقي والقوة والريادة لهذا الوطن الأبي. دور الوحدة الوطنية والتآلف بين جميع أبناء الوطن
مع أخواتنا المسيحيين وضرورة التآلف معهم، وأيضا تصحيح بعض المفاهيم الأخرى المغلوطة زي عملية تنظيم الأسرة وعملية كل هذه الأمور. احنا محتاجين فعلا أن يكون المسجد له دور. على جانب آخر، جاء الاجتماع الأول لمجلس إدارة مسجد السيدة زينب في حضور نخبة من المسؤولين ليخرج بقرارات تسهم أيضا في التصدي بحزم وحسم لدعاة الهدم والإفساد، مع العمل على نشر ثقافة البناء والتطوير. لا يعتلي المنبر إلا من كان وسطيا معتدلا لا يعرف التشدد ولا التعصب ولا الكراهية ولا البغضاء على الإطلاق. كل التعاون اللي احنا بنتعاونه الآن مع جميع هذه المؤسسات لابد أن يؤدي إلى نتيجة واحدة كما قلت، وهي دحض الإرهاب وإفشال كل المفسدين. كلنا يعني تعهدنا بأن احنا إن شاء الله التكليفات اللي هي ملقاة على عاتق كل منا إن شاء الله هنقوم بيها، وإحنا كمحافظة القاهرة طبعا من حتى من الزاوية مسؤولية المحافظة عن كل ما هو واقع على أرضها أنا سعيد جدا بذلك، لأن طبعا ده في تطوير للمنطقة وتطوير للميدان، ويعني من جانب ديني ومن جانب مسؤولية كمان وظيفية بحكم منصبي كمحافظ للقاهرة. خطبة واجتماع يأتيان ليؤكد على ضرورة التضافر والتكاتف خلال الفترة الحالية للنهوض بالوطن، فشتان بين النقيضين البناء وعوامله والهدم ومعاوله. بخطبة وزير الأوقاف جمعة من أعلى منبر مسجد السيدة زينب يأتي التأكيد على بالعلم والثقافة وطاقة شباب مصر ووعي أبنائها. مصر الأبية لن تنكسر أبدا، مصر ترسم للغد حلمها القادم، ومخططات الإفشال لن تنجح أبدا. وليد هيكل، التلفزيون المصري. تبادلت القوات السورية وميليشيات المعارضة القصف بمنطقة الحولة بريف حمص في ثاني أيام اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا بينما باشرت القوات الروسية بنشر العشرات من عناصر شرطتها العسكرية على خطوط التماس في ريف حمص الشمالي لمراقبة وقف إطلاق النار بين الفريقين. يشار إلى أن منطقة خفض التصعيد في ريف حمص هي الثالثة من نوعها بعد منطقتي الجنوب السوري والغوطة الشرقية، حيث نشرت الشرطة العسكرية الروسية عناصرها في عدد من النقاط ومراكز التفتيش لمراقبة احترام وقف إطلاق النار. ناشد الهلال الأحمر السوري في مدينة الرقة المنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل لوقف استهداف التحالف الدولي وميليشيات سوريا الديمقراطية المرافق العامة والبنية التحتية للمدينة. كان التحالف الدولي قد ضد تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن أن ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن باتت تسيطر على 45% من مدينة الرقة السورية. وقال المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف بريت ماجوريك إنه ما زال هناك نحو 2000 إرهابي في الرقة، مشيرا إلى مواصلة المعارك في المدينة حتى القضاء عليهم. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق مراسل النيل أنور رعد. أنور، بعد التحية، ما هي آخر تطورات الوضع الميداني مع استمرار الاشتباكات بريف حمص؟ نعم محمد، اليوم صباح السبت هناك أكثر من إنجاز للجيش العربي السوري ضد الإرهاب. لو سمحت، قبل حمص بدأت اليوم الساعة 5 صباحا عملية عسكرية في ريف دمشق، حيث سيطر الجيش العربي السوري على محور كازية سنبل في عين ترما. بعد هذه العملية العسكرية، ووحدات النخبة في الجيش العربي السوري تقتحم حي جوبر وعين ترما من عدة محاور مع اشتباكات عنيفة جدا تدور في هذه الأثناء وتمهيد مدفعي وصاروخي عنيف. أما في مدينة حمص
فقد أكد مصدر عسكري عن سيطرة الجيش السوري على مدخل مدينة السخنة، والسخنة هي آخر معاقل داعش في ريف حمص الشرقي والمستثنات من الهدنة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي. كما سيطر الجيش العربي السوري على الحي الغربي الذي يعتبر مدخل المدينة، بالإضافة إلى فرض السيطرة على جبل طنطور بشكل كامل في محيط السخنة وعلى مغفر الهجانة غرب السخنة. في موازاة ذلك دمر الطيران الحربي مقرين ضمّا طائرات للاستطلاع وعددا من الآليات والأسلحة تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي، حيث نفذ سلاح الجو سلسلة غارات مكثفة ضد مواقع ومقرات تابعة لهذا التنظيم الإرهابي في كل من خطملو وأم توينة في ريف حمص الشرقي، وأسفرت هذه الضربات عن تدمير مقر لطائرات الاستطلاع وصيانة المعدات تابع لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة، كما تم تدمير مقر ضم 4 دبابات ومستودع صواريخ وقذائف مدفعية في قرية أم توينة في الريف الشرقي، والقضاء على من بداخل هذا المقر من المتزعمين والعناصر الإرهابية. اليوم محمد قصف طيران التحالف الداعم لقوات سوريا الديمقراطية مدينة الرقة بالفسفور الأبيض، استهدف خلالها مشفيين، المشفى الوطني ومشفى الأطفال، فيما دمر سلاح الجو السوري مقرات وآليات مزودة برشاشات وعربات قتالية، وقضى على أعداد كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي في استهداف تجمعاته وتحركاته في الخميسية والجابر ومعادان وغيرها من البلدات في ريف الرقة الجنوبي. بالتوازي مع ذلك تمكنت قوات سورية ديمقراطية من فتح ممر آمن جنوب مدينة الرقة، وحررت 100 مدني من مناطق سيطرة تنظيم داعش، حيث يقوم مقاتلو قسد بإنجاز تقدم في الجهة الجنوبية من مدينة الرقة، وتمكنوا من كسر الخطوط الدفاعية لداعش وتجاوزوا حقول الألغام الكثيفة التي زرعها التنظيم، وتمكنوا من فتح هذا الممر الآمن على حد زعمهم لإنقاذ المدنيين الذي يستخدمهم داعش كدروع بشرية. بالمقابل قتل 3 مسلحين من التنظيم في حي فريد و7 آخرين في حي الروضة، فيما لا تزال المعارك مستمرة بشدة في مختلف محاور المدينة. وكما ذكرت في المقدمة حسب المسؤول الأمريكي أن قسد استعادت ما يزاهي 45% من مدينة الرقة. نعم محمد. نعم أشكرك مراسل النيل من دمشق أنور رعد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. جددت مدفعية الجيش اللبناني صباح اليوم قصفها المكثف على مواقع مسلح تنظيم داعش الإرهابي بجرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف مسلح داعش. كانت مصادر عسكرية قد أعلنت أن الجيش اللبناني قد أصاب 3 آليات بمن فيها من مسلحين إصابات دقيقة ودمرتها. يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي يتمركز في حوالي 200 كيلومتر مربع من بلدات القاع ورأس بعلبك والفاكهة، وقام منذ 3 سنوات باختطاف 9 جنود لبنانيين. تظاهر آلاف الأشخاص في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد والمحافظات المختلفة للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات بأعضائها وقانونها. واعتبرت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن تلك المفوضية تسببت في تفاقم أزمات العراق. رغم تجاوز درجات الحرارة هامش 50 درجة مئوية، حشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره في ساحة التحرير بوسط بغداد، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بدمج قوات الحشد الشعبي بالقوات الحكومية وسحب السلاح من جميع الفصائل بغية إبعاد شبح الإرهاب ومواصلة جهود الإصلاح. الصدر خاطب أنصاره عبر شاشة كبيرة مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء العراقي ملزم بأن يكمل مشوار الإصلاح بخطى حثيثة وملحوظة ليبعد شبح الإرهاب. الصدر طلب أيضا بتغيير مفوضية الانتخابات بأعضائها وقانونها التي اعتبرتها اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات سببا أساسيا في تفاقم أزمات العراق. اللجنة أوضحت أن هذه التظاهرة الحاشدة ما هي إلا خطوة أولى، محذرة من خطوات تصعيدية والبدء في اعتصام مفتوح إذا لم تستجب السلطات لمطالبها. التظاهرة وجهت رسالة شديدة اللهجة داعية رئيس الوزراء والسلطات العراقية للعمل على تنقية الصف من الفساد. اليوم الشعب العراقي قد قلبه عجز، واليوم الشعب العراقي مستعد يعمل
الصدر دعا أيضا لسيطرة القوات المسلحة العراقية على الأراضي المحررة وكذلك الحدود العراقية، في إشارة إلى تواجد فصائل مسلحة في مواقع تمت استعادتها من سيطرة مسلحي داعش. وتؤيد إيران المنافس الأبرز الإبقاء على تشكيل قوات الحشد الشعبي الذي تمثله فصائل غالبيتها من المقاتلين الشيعة، ولعبت دورا بارزا في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي. ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا، وأفاد البيت الأبيض في بيان له بأن الرئيسين بحثا خلال الاتصال سبل زيادة التعاون في إدارة الأزمتين في كل من سوريا والعراق والتصدي لنفوذ إيران. كما تطرق الاتصال إلى بحث التوصل لحل سياسي للوضع في ليبيا وإلى سبل كبح الأنشطة الإرهابية بمنطقة الساحل في إفريقيا. يدلي الموريتانيون اليوم بأصواتهم في استفتاء حول تعديل دستوري يقضي بإنشاء مجالس قهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتعديل العلم الوطني. ويتوقع أن تعلن نتائج هذا الاقتراع مطلع الأسبوع المقبل، والذي تعتبره المعارضة التي توصف بالمتشددة تمريرا قسريا لهذه التغييرات بعدما رفضت في البرلمان. وتتهم المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين. وفي رواندا أعيد انتخاب الرئيس المنتهي ولايته بول كاغامي لولاية ثالثة من 7 سنوات بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية نشرتها اللجنة الانتخابية. ووفق التعديل الدستوري الجديد يسمح للرئيس كاغامي الذي يحكم رواندا منذ عام 1994 بالترشح لولايتين أخريين من 7 سنوات. يذكر أن كاغامي يحكم البلاد منذ إطاحة الجبهة الوطنية الرواندية بحركة التمرد التي كان يقودها المتطرفون الهوتو الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية أودت بحياة 800,000 شخص معظمهم من أقلية التوتسي. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يفرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية. ويهدف مشروع القرار إلى حرمان بيونغ يانغ من مبلغ $1 مليار من عائدات التصدير، كما يشمل حظرا على صادرات الفحم والحديد والرصاص من كوريا الشمالية. كذلك يتضمن مشروع القرار حرمان كوريا الشمالية من إرسال عمال إضافيين إلى الخارج، ويحظر الاستثمار الجديد في الشركات المشتركة. من جهة أخرى أفادت موسكو أنها لن تعلق على قرار المستشار الخاص الأمريكي روبرت مولر بتعيين هيئة محلفين كبرى للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة. من جهته رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساعدوه اتهامات بإجراء اتصالات غير مشروعة مع المسؤولين الروس خلال الحملة الانتخابية التي جرت العام الماضي. مثل كرة الثلج المتدحرجة تتصارع التحقيقات فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة الذي اجتاز مرحلة جديدة على طريق بدء ملاحقات جنائية مع تشكيل هيئة محلفين كبرى في هذا الخصوص. ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر في الاتهامات حول تدخل روسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016 والشبهات بوجود تواطؤ بين فريق المرشح آنذاك دونالد ترامب وحكومة الرئيس فلاديمير بوتين، حيث شكل مولر هيئة محلفين كبرى ما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات جنائية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانبه شن هجوما عنيفا على التحقيق حول التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلا أمام حشد من أنصاره إن هذه القصة مفوركة بالكامل ولا أساس لها من الصحة. هذه قصة روسية مفبركة بالكامل. السبب الذي يجعل الديمقراطيين لا يتحدثون سوى عن هذه القصة الروسية المفبركة هو أنه لا رسالة لديهم ولا برنامج عمل ولا رؤية.
وهيئة المحلفين هي لجنة تحقيق تضم مواطنين يجرون مداولات في جلسات مغلقة لتحديد ما إذا كانت العناصر التي يقدمها النائب العام يمكن أن تؤدي إلى اتهام، وعادة لا يتم تشكيل هيئة محلفين كبرى ما لم يكن التحقيق قد كشف عن عناصر كافية تؤكد انتهاك مادة جنائية واحدة على الأقل إن لم يكن أكثر. وينفي الرئيس الأمريكي بشكل قاطع أي تواطؤ مع روسيا في إطار الحملة الرئاسية عام 2016، ووصف القضية التي تسمم ولايته الرئاسية بأنها حملة اضطهاد، لكنه اضطر للاعتراف بأن ابنه الأكبر دونالد وزوج ابنته جاريد كوشنر ومدير حملته التقوا محامية روسية مرتبطة بالكريملين للحصول على معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. في الوقت نفسه يحقق مولر على ما يبدو في أموال ترامب وشركاته، بينما قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هما الديمقراطي كريس كونز والجمهوري توم تيليس قدم اقتراحا مشتركا للحزبين لحماية مولر عن طريق منع رئيس ترامب من إقالته مباشرة من منصبه كمحقق خاص دون مراجعة قضائية، كما يسمح القرار المقترح لمولر بالطعن أمام القضاء في إقالته في حال تمت دون سبب مقنع. وكانت الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية من أبرز الأسباب لفرض عقوبات جديدة على موسكو أقرها أعضاء الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة ووقعها الرئيس ترامب لتكون نافذة المفعول، لكنه أكد بمرارة أن العلاقات بين واشنطن وموسكو أسوأ من أي وقت مضى، وهو ما أقره الكريملين قائلا إنه يتفق مع الرئيس ترامب أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تراجعت إلى مستوى خطير بشكل غير مسبوق. أكدت واشنطن في خطاب وجهته للأمم المتحدة نيتها الانسحاب من اتفاق باريس المناخي، مؤكدة مواصلتها المشاركة في المحادثات الدولية المتعلقة بالمناخ. وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن مشاركتها في تلك المحادثات تشمل المفاوضات الجارية بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق باريس، موضحة أن هذه المشاركة ستتم من أجل ضمان مصالح الولايات المتحدة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في يونيو الماضي انسحاب بلاده من اتفاق باريس الهادف إلى الحد من الاحتباس الحراري، والذي وقعته 195 دولة في ديسمبر من عام 2015 في العاصمة الفرنسية. عقدت الجمعية التأسيسية الموالية لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الجمعة جلستها الأولى وسط احتجاج المعارضة التي دعت إلى التظاهر في كراكاس، ما يثير مخاوف من أعمال عنف جديدة. كان انتخاب الجمعية التأسيسية قد أثار استنكارا دوليا إذ عدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية غير شرعية، ودعا البابا إلى تجنب انعقادها. على الرغم من احتجاجات المعارضة والاستنكار الدولي، عقدت الجمعية التأسيسية الموالية لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو التي تتمتع بصلاحيات واسعة أولى جلساتها الرسمية في كاراكاس بعد انتخابها المثير للجدل الأحد الماضي. رافق مادورو والآلاف من أنصاره أعضاء الجمعية إلى القصر التشريعي مقر البرلمان وسط الأعلام الفنزويلية وصور الرئيس الراحل هوغو تشافيز. وتتهم المعارضة مادورو بأنه يقضي على الديمقراطية، في حين أثار انتخاب الجمعية التأسيسية استنكارا دوليا إذ اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية غير شرعية. وقد انتخبت وزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريغيز رئيسة للجمعية التأسيسية، كما عين نائب الرئيس السابق ريستوبولو إستوريز في منصب النائب الأول لرئيس الجمعية. وشهد محيط القصر التشريعي اشتباكات بين أنصار المعارضة وقوات الأمن بعد وقت قصير من انعقاد الجلسة. المعارضة من جانبها نظمت احتجاجات في العاصمة، لكن دون عنف مماثل لذلك الذي أسقط أكثر من 125 شخصا في الأشهر الأربعة الماضية على مدار احتجاجات تخللتها مواجهات مع القوى الأمنية. تمثل الجمعية التأسيسية مرحلة جديدة في الحكم في فنزويلا، إذ تتمتع بصلاحيات غير محدودة من بينها حل البرلمان أو تغيير القوانين، ولا تخضع لأي سلطة بما في ذلك سلطة الرئيس.
أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الذين تقدموا بطلبات تحويلات تقليل الاغتراب على الموقع الإلكتروني للتنسيق بلغ 43,500 طالب وطالبة. هذا وتواصل مكاتب التنسيق فتح أبوابها للشهادات المعادلة العربية والأجنبية لتسجيل رغبات الطلاب إلكترونيا وورقيا بجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، ويستمر تسجيل الرغبات حتى 15 من الشهر الجاري. بدأ طلاب الشهادات العربية والأجنبية تسجيل رغباتهم إلكترونيا وورقيا بمكتب التنسيق، وشهد مكتب التنسيق إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم منذ أن تم فتح باب التقديم. حصل الشهادة السعودية بنسبة 97.9 جاي عشان أقدم في التنسيق المصري هنا، قالوا لي على كلية الهندسة ممكن نستخدم الأجهزة هنا نقدمها. حاولت أني أقدم، البرنامج سهل جدا، قدمت لا حصل على 95% وبسجل الرغبات عادي، بس في التوزيع الجغرافي مش هيطلع مظبوط مع ان انا كاتبه كويس، فعايز اعرف حل المشكله دي المفروض يبقى ازاي. شهاده عربيه سلطنه عمان وجايب 90.2، وان شاء الله هكتب كليات هندسه وربنا يسهل بقى. الشروط والاجراءات المتبعه في نظام تنسيق الثانويه العامه هي ذات الشروط التي تطبق على تلك الشهادات من حيث التسجيل باستثناء تقييم المجموع الاعتباري. مستمرين بداية من يوم السبت، احنا شغالين متواصلين. طبعا اللي بيجي مفروض ان هو اول حاجة فاتحين له ان هو يراجع درجاته ومن المجموع الاعتباري بتاعه، ولو عنده اي مشكلة معلقين الايميل اللي هو يبعت عليه للجهة اللي هي تبعت له التصحيح. نمرة واحد بيطبع الدرجات والقدرات، نمرة اتنين بيسجل البيانات الاساسية بتاعته، والجهاز حتى عمل له كمان ميزة ان هو من حقه يختار المنطقة الجغرافية اللي يترشح عليها. 3 مكاتب يتم من خلالها صرف اوراق طلاب تلك الشهادات، وهي مكتب جامعة القاهرة بفرعيه بالاسكندرية واسيوط لخدمة ابناء الوجه البحري والوجه القبلي، ويستمر حتى 15 من اغسطس الجاري. محمد محروس للتلفزيون المصري. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، هذه تذكرة بأهم العناوين. مصر ترد على الاتهامات القطرية أمام مجلس الأمن وتؤكد التزامها بكشف أنشطة وممارسات الدوحة الداعمة للجماعات الإرهابية. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين في ريف حمص، والتحالف الدولي يعلن سيطرة ميليشيات سوريا الديمقراطية على 45% من مدينة الرقة. مدفعية الجيش اللبناني تجدد قصفها لمواقع مسلح داعش بجرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.